السلام عليكم الإخوان، تحياتي لكم ومرحبا بكم في فيديو كانتي ديال يوم الخميس. يوم الخميس على الدوفيل سيس بارتو، لا ديستانس ديالها 2500 بروميير بروف، ساتيام كورس، كور دا دروا غازو، غدا غازو، فيها لي كاترون، فيها لي كاترون ايبلي يعني الخيول الكبيرة، فيها خيول أجنبية. غادي نهضروا على الخيول الأجنبية الخوت، غادي نحيدوهم الخوت حيت هما خيول ألمانية، صعيب عليهم مادة الدوفيل، وتيبقاو الخوت اللي تيق فيها عاود راه غادي يلعبوا. المهم اللي شوفوا الخيول الألمانية في الدوفيل قليل فين تاتي، ولكن انا غادي ريسكي وغنحيدها. اول عودة الخوت هو الكنز، هذا عود ألماني، وكاين 13 عود ألماني، وكاين سان سالفادور هو عود ألماني، وكاين ريكاردو، وكاين ليويس، يعني السات والويت، السات والويت والناف والتريز والكنز، خمسة الخيول الألمانية، خمسة الخيول الألمانية. ما غاديش تحطها في البرونوستيك. الناف غادي يمشي فافوري، ضرب آخر كورسة كرون أوتسايدر، كان ضرب كرون أوتسايدر، هو عود درواتي، مي كان فاجئهم في الدوفيل، وكان ضرب 28، وكان طروا هو اللي ربح، وكان جاكسون دار دوزيام. تنظن ان جاكسون غيكون يقول الكلمه ديالو. هاد جاكسون هذا رقم 6. ريكاردو كان دار نو بلاسي غير 16-60 كيلو. لهذا غادي نستبعد اللي يشوفوا الخيول الالمانيه، غنستبعدها. الخيول اللي ناخذ الخوت ستيفان واتيل، عنده 11 طروا، الطروا هو اللي ضرب غانيو في الكلير فونتين دوفيل، اولا ضرب في الدياب. غادي ناخذ الاونز، غادي ناخذ الاونز ديال ستيفان واتيل، وغادي ناخذ الدوز دراغوني، هو الكرون فافوري ديال الكورسا. من بعد غادي ناخذ الكاتورز الخوت، تينيس سونغ، يوري ميندي زوال، عاود كيرو شيرشي على لا بلاص. هاد العود هذا كان مشاو ليه مادموزيل فيلو، درت بيه نو بلاصي، ومادموزيل شيت كان درت بيه 770,000 أورو، يعني 14 يوري ميندي زوال، لا كورت سايز. غادي ناخدو هاد العود هذا، وغادي ناخدو اخر عود في الكروني ميلو، هو سايز ايدي هاردوين، عود اخر كورسة كاتريان في الكانتي، غادي ناخدو حتى هو، عنده كاترو تقريبا. العود الخيول اللي عندها كاترو غير مرشحة تماما غدا. غادي ناخدو السيز، وغادي ناخدو الكاتورز، وناخدو الدوز، وناخدو الاونز، وغادي ناخدو الكترون ليبر رقم 10 ستيفان باسكي. هاد العود هدا كيمشي معاهم ديما فافوري، وكان تيخسر، مي دابا اون فورم. هاد العود اون فورم، خدينا سويفي 10-11-12، وخدينا 14-16، وغادي نمشي والخوت عند رقم 6. العود اللي تنظن هاد العود بور لا فيكتوار، هاد رقم 6 دوزيام معاهم 59 كيلو وفاصله 5. تنظن هاد العود ما غيخسرش غدا ان شاء الله، رقم 6. غادي نزيدو رقم 5 اللي كنمشى معاهم فافوري، كنمشى معاهم فافوري. تقريبا كاينين خيول عندها كاترو، كاين دو، كاين 5، وكاين 6، ضروري غيجي فيهم شي واحد. غادي نشوفو الباسي واش لي كاترو كيجيو. وي كاترو، تقريبا 4 ديال الخيول عندها كاترو جات. هنايا كانوا جاو 3 ديال الكاترون، هنايا 3 ديال الكاترون، هنا 3 ديال الكاترون، هنا 3 ديال الكاترون. تنظن دوك 3 ديال الكاترون هما اللي عندنا، تنظن. غادي نشوفوهم، كاين 6 وكاين 6 وكاين 5 وكاين 2. غادي ناخدو 2 الخوت،
لو ضروري غيجيبو الكاترو. خدينا جوج خمسة ستة، جوج خمسة ستة، وخدينا العشرة والحداش والطناش والربعطاش والستاش، تمنية ديال الخيل، وغنحطو الطلوة في لاسو البريز. وخا غادي يمشي فافوري نورمالمو، دو طروا ربحو بجوج في الكانتي، نورمالمو غادي يجي واحد فيهم، وغادي نحطو داك الطروا في لاسو البريز. البرونوستيك الخوت ديال جيني يكون 12 تسعود، يا اما 12 يا اما تسعود، وانا فطرت 12، فطرت 12 لان العود صحيح يقدر يجي على تسعود. سي كون شونس 3 6 11 2 4 8 اوتسايدر 6 1 5 10 7 15 14 13 ديرنيور مينيت عند رقم ثلاثة. البيناليزاسيون الخوت عند الدو تروا، ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو، والدو أحسن من التروا بألف درجة. رابح الكانتي ديالو ما التروا، مي تنظن الدو غيكون أحسن. الكاتورز عندو ناقص واحد، والأونز عندو ناقص واحد، والسات كانز ناقص نص نص. ديرنيور سوكسي سيغ لو باركور، الان رابح 2018، تروا رابح في 2020، الكات رابح في 2020، وأونس كاتورز في 2020. هنا الخوت عاطين ناف تروا دوز سيس أونس، تقريبا اللي عنده زيرو بوان 10 13 14، وانا كنفضل 10 و 14. غادي نمشي هو الخوت عند الزيتيرف. الزيتيرف كما كتشوفوا الخوت عطية لي شوفو ديولا، غادي نشوفو لي شوفو ديولا 11 12 6 3 4 1 13 10. هادو هما 8 الخيل الخوت ديال الزيتيرف. ما عندهاش الخمسة تقريبا، ما عندهاش الخيول اللي عندها 4 سنوات. ضروري الخوت من الخيول ديال الكاترو، كما شفنا الباسي ديما كيجيو ثلاثة ديال الخيول، وتقريبا عندنا ثلاثة ديال الخيول، كاين دو وكاين الخمسة وكاين السيز، هادو هما الكاترو ديال الكورسا. هنا ريسكينا وحيدنا لي شوفو دالمان، كاين 13 تقريبا، كاين 15، كاين 13 وكاين 9 سان سالفادور، كاين 8 لويس، وكاين 7 ريكاردو. هاد خويا الألمانية حيدتها، ولا ما جاوش تنظن ان لاريفي غتكون عندنا. على كل حال الخوت، على كل حال 8 ديال الخيول والضروة في لا سوربريز، هادي هي البرونوستيك ديالي الخوت. ما بقى لي يا خوتي الا نودعكم، تحياتي لكم ومع السلامة، فيديو قادم ان شاء الله.